نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية والنيل الأخبار من القاهرة، والبداية مع زميلتي هبة. أهلا بك هبة. أهلا بك عمر، أهلا بمشاهدينا الكرام، ونبدأ نشرة الثامنة بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بجلب الاستثمارات الإيطالية الكبرى في التعدين والصناعات التحويلية. الجلسة الرابعة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني تناقش إصلاح إدارة المالية العامة. مقتل نحو 4 مستوطنين على الأقل في إطلاق النار شمالي الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر والجزائر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أهلا بكم على التفاصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر لعلاقاتها التاريخية الراسخة مع إيطاليا والحرص على تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي. نعم، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي عددا من رؤساء شركات التعدين الإيطالية الذين أعربوا عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من رؤساء شركات التعدين الإيطالية، وهي شركات بيرتون ومينيرالي إندستريالي وشركة بي اس ام، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق احمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والسيد شريف الغريب رئيس شركة الشريف براند جروب، بالإضافة إلى السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء تناول استعراض آفاق التعاون مع الشركات الإيطالية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في مصر في ضوء النجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا في مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة الذي شهد افتتاحه السيد الرئيس في مايو الماضي. وخلال اللقاء أعرب مسؤول الشركات الإيطالية عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر، منوهين إلى ما تعكسه المتابعة الدقيقة من جانب السيد الرئيس لجهود دفع الاستثمار الخاص من حرص للدولة على تحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال، ومؤكدين التزامهم بتعزيز التعاون في مجال الأنشطة التعدينية لا سيما في ظل ما تحظى به من ثروات كامنة من الخامات المعدنية، وكذا استفادة من المناخ الاستثماري الجاذب في قطاع التعدين في مصر. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد تقدير مصر لعلاقاتها التاريخية الراسخة مع إيطاليا والحرص على تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين والصناعات التحويلية بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات المصرية في هذه الصناعات الأكثر تطورا على النحو الذي يتيح آفاقا واسعة أمام الاقتصاد الوطني لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة وزيادة الإنتاج والصادرات إلى مختلف دول العالم. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء البدء في تنفيذ خطط الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية والتي تم إخلاؤها والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة وخطط الصندوق السيادي لاستغلال المباني والمقار الحكومية التي تم إخلاؤها ورؤية الصندوق لتطوير منطقة مربع الوزراء والأنشطة التي سيتم طرحها وكذلك التفاوض مع عدد من المستثمرين للاستغلال الأمثل لهذه المنطقة.
وجه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة التجارة والصناعة ربط المدارس الفنية والحرفية بأولوية الدولة في الصناعة، مشددا على أهمية وجود شهادات اعتماد دورية لخريجي هذه المدارس لتصدير هذه الكوادر للخارج. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص. كما أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة للمدارس الفنية والحرفية كونها عنصرا رئيسيا لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة المدربة. أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو العام 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 3 من يوليو من عام 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 من يونيو. استكمل الحوار الوطني للأسبوع الرابع جلسات المحور الاقتصادي والتي بدأها بجلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص. وقد ناقش الحاضرون سياسات توطين وتعميق الصناعات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما تمت بالتوازي ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة العامة والإصلاح المالي وقضايا شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. في جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بدأ الحوار الوطني جلساته النقاشية للمحور الاقتصادي بمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. تكلمنا عن مقترحات كتيرة جدا نقدر من خلالها نرتقي بالصناعة المصرية والاستثمار برضو تاني، هقول لك سواء المحلي أو الأجنبي. من ضمن هذه المقترحات الإعفاء الجمركي على جميع المنتجات اللي داخل مصر. الحاجة التانية اللي احنا تكلمنا عنها وهي وضع آلية نقدر من خلالها نقيس مدى فاعلية الدور التجاري الدبلوماسي اللي موجود في السفارات. زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وفتح أفاق جديدة للتصدير لزيادة حجم الاستثمارات وزيادة فرص العمل والصناعات التحويلية، أطروحات مهمة تمت مناقشتها. الصناعة الزراعية عندنا بتمثل في محافظة كفر الشيخ عبء كبير للمواطن، ان احنا بنشيله العبء ده من على المواطن في صناعه القرص مثلا، في صناعه الثروه السمكيه، الثروه الداجنه، الثروه الحيوانيه، اتكلمنا في بعض النقاط وتسديل العقبات للساده المستثمرين والمصانع البدائيه متناهيه الصغر، لان المصنع البدائي متناهيه الصغر بيكمل المصنع الكبير. اصلاح اداره الماليه العامه بالتركيز على شموليه الموازنه وترشيد الانفاق وتعزيز الايرادات اهم القضايا التي تم عرضها في جلسات لجنه الدين العام وعجز الموازنه. ازاي ان احنا نشغل المشروعات اللي هي الشركات المعطله من قطاع الاعمال اللي هي عددها كبير جدا من وبتمثل عبء على الموازنه المصريه، فلابد من هذه الشركات اعاده النظر اليها واعاده دراسه قدراتها وامكانياتها. اقترح طبعا ان احنا نركز على ترشيد الانفاق الاستثماري تجاه القطاع العقاري وقطاع الخدمات ومزيد من الانفاق الاستثماري نحو القطاع السلع التجارية وهي منتجات قطاع الزراعة والصناعة، لان احنا زي ما احنا عارفين الانفاق الاستثماري من المفترض ان هو بيغطي الجانبين، وبالتالي بنقترح ان الموازنة تراعي توازن في الانفاق الاستثماري ما بين قطاع السلع التجارية والسلع الغير تجارية. نقاشات جادة في كيفية الإدارة المالية العامة للدولة شملت الهيئات الخدمية والصناديق الخاصة ومراجعة شاملة للاستراتيجيات والخطط المالية من أجل اقتصاد قوي لجمهورية جديدة تصبو إليها مصر.
استأنف الحوار الوطني جلساته النقاشية للمحور الاقتصادي، وذلك بجلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة واللجنة الاستثمار بتسليط الضوء على دعم وتعميق الصناعة وكذلك تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بحضور عدد من الشخصيات الهامة والمهتمين بالاستثمار والصناعة. من مقر الحوار الوطني، نشوى صالح، النيل. أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي أن الرقابة الدستورية تمثل جزءا ملهما للتنمية التي تتطلع إليها الشعوب، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية هي حصن الدستور الأعظم. وجاء ذلك خلال احتفالية المحكمة الدستورية العليا بإصدار كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري، والذي يستعرض إنجازات القضاء الدستوري وإنجازاته على مدار أكثر من 50 عام. المحكمة الدستورية العليا صرح القضاء الدستوري الشامخ منذ تأسيسها عام 1969، والتي تحتفي بإصدار مجلدها الجديد ملامح القضاء الدستوري المصري على مدار 50 عاما، ليجمع نتاج الجهد الذي قامت به الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ويدون أحكامها المنتقى. الحضور الكريم، نرحب بكم جميعا في هذا الحفل المهيب الذي تعلن فيه المحكمة الدستورية العليا عن إطلاق كتابها مختارات من أحكام المحكمة الدستورية العليا في 50 عاما. هذا الكتاب الذي يتضمن خلاصة أحكامها وعصارة مبادئها الدستورية خلال مسيرتها القضائية في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. وخلال الاحتفالية أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة على أن المحكمة الدستورية العليا تولي مهام الرقابة على دستورية القوانين والموازنة بين حماية أحكام الدستور والحقوق والحريات، وهو الاختصاص الأصيل الذي تتفرد به المحكمة، ويأتي إصدار هذا الكتاب احتفاء بمرور أكثر من 50 عاما على إنشاء المحكمة. كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري صدر بمناسبة احتفال، أو تم التفكير فيه بالأحرى بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء المحكمة العليا التي هي ورثتها المحكمة الدستورية العليا، والتي تطلع دوما بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. المحكمة الدستورية العليا هذا القضاء قضاء موجود في كل الدول المتقدمة، وبدأت تحزو بعض الدول النامية هذا الحزو. وفي الواقع المحكمة الدستورية العليا كما يعني أوضحت سيادتك بتبسط رقبتها على كل التشريعات التي تصدر عن الدولة لتحقيق التوازن المتطلب في الدستور ما بين استقرار الدولة من ناحية وما بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية أخرى. كما أثنى الدكتور أحمد الدلال رئيس الجامعة الأمريكية على المشاركة في إصدار الترجمة للكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب ليكون إضافة إلى موسوعة الثقافة القانونية. ينفرد هذا الكتاب محل احتفالنا اليوم بكونه السابقة الأولى في تاريخ المحكمة التي يقوم فيها قضاتها بانتقاء مجموعة مختارة من أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا ونشرها في مجلد خاص لهذا الغرض. وقد كان حرص الجامعة الأمريكية بالقاهرة على ترجمة تلك الأحكام ونشرها لقراء اللغة الإنجليزية نابع من تقديرنا للدور الريادي الذي قامت به المحكمة الدستورية العليا منذ تأسيسها وطوال 5 عقود الماضية في التصدي لشتى أنواع القضايا الحقوقية العالية الأهمية. وفي نهاية الحفل وعرفاننا بالجميل، تم تكريم عدد من رؤساء المحاكم الدستورية العليا من أكملوا عطاءهم خلال مسيرتهم في القضاء الدستوري. 53 عاما شاهدة على شموخ القضاء الدستوري منذ تأسيس المحكمة العليا عام 1970، فتولت مهام الرقابة على دستورية القوانين وأصدرت العديد من الأحكام الهامة التي توجت من خلالها المحكمة الدستورية العليا، فأصبحت واحدة من كبريات المحاكم الدستورية على مستوى العالم. من مقر المحكمة الدستورية العليا، أحمد سعد الدين، النيل.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. ويأتي هذا القانون في إطار اهتمام الدولة بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية وثقافية المهمة والتي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل. التزاما بنص المادة 69 من الدستور الحالي التي تؤكد التزام الحكومة بإنشاء جهاز يختص بحماية حقوق الملكية الفكرية، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة تسمى الجهاز المصري للملكية الفكرية، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها القاهرة، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الجمهورية. ووفقا لمشروع القانون يحل الجهاز محل الوزارات والهيئات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في الاختصاصات الواردة بعدد من القوانين التي تختص بالبراءات وحماية الملكية الفكرية. كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز محل الوزراء المختصين بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي والتموين والزراعة والاتصالات في الاختصاصات المقررة لكل منهم فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية. ويباشر الجهاز عمله خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا للمادة الرابعة من مشروع القانون تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة لتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز والاختصاصات والخبرات المطلوبة. وتؤول إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية جميع أصول وموجودات مكاتب وإدارات الوزارات المعنية بالملكية الفكرية اللازمة لمباشرة اختصاصاته. ويهدف الجهاز إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع التزامات مصر الدولية، ويسهم في العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ويتولى الجهاز إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية ومنحها وثائق الحماية، وإعداد قواعد بيانات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل، والعمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم، إلى جانب التنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية. مشروع القانون يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويحفز الإبداع والابتكار ويساهم في بناء اقتصاد المعرفة. من مجلس النواب محمد شعبان، النيل. عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عبر تقنية الفيديو كونفرنس اجتماعا مع أعضاء البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة. ويأتي ذلك من أجل الوقوف على الحالة الصحية للحجاج المصريين والخدمات العلاجية والوقائية التي يتم تقديمها لهم. بهدف الوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لضيوف الرحمن خلال أدائهم الفريضة من قبل البعثة الطبية المصرية وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، تابع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماعه وأعضاء البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة الوضع الصحي الحالي للحجاج المصريين وما يقدم من خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية من قبل أعضاء البعثة لضيوف الرحمن، وكيفية تسجيل المعوقات كافة لهم. مصطحبين معانا 99 صنف دوائي، 7 طن من الأدوية والمستهلكات الطبية. في عندنا 3 عيادات، 2 في مكة واحدة في المدينة، مجهزين بفاسيلتي لأجهزة رسم قلب حديثة. في عيادتين عندنا فيهم فاسيلتي لعمل نيزوفارينجال سواب لو في حالة طبعا فيها ريسبيرتوري سيمتومز أو سسبكتد. وأعلننا المرة دي في البعثة إن إحنا عندنا 9 عيادات تخصصية موجود مواعيدهم في خط في عيادة الطوارئ. بدأ يحصل ترافيك كويس جدا جدا على العيادات دي طلبا للأخصائيين أو الاستشاريين في التخصصات دي. بعد توقيع الكشف الطبي على المريض من خلال يتم ادخال البيانات من خلال الشاشه اللي حضراتكم شايفينها ديت، والشاشه دي حقيقي حققت لنا يعني اهميه كبيره جدا من خلال التايم داشبورد عشان نتابع الترددات في العيادات وايه البريفيلنت ديزيزز اللي بتظهر او بتوقع الكشف عليها. كذلك فريق المرور على المستشفيات نفس الكلام. تم عقد اجتماع خلال الفيديو كونفرنس اليوم مع سياده معالي الوزير للاطمئنان على صحه وسلامه وامن جميع الحجاج المصريين، وتم عرض لسيادته فيديو توضيحي بكل ما هو مستجد وكل ما تم من اتخاذ من إجراءات حيال التعامل مع الحجاج في خلال الفترة السابقة. احنا الحمد لله في بنقدم نوعين من الخدمات، سواء كان خدمات علاجية أو خدمات وقائية.
كما تواصل فرق الطب الوقائي عملها على مدار الساعة بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية للحجاج المصريين بمقر إقامتهم، والتي وصلت إلى 500 ندوة توعوية بحضور ما يقرب من 17,000 حاج مصري. النهارده بنتكلم يمكن الندوه ال 500 باذن الله هنتوجه بيها برساله لكثير من الحجاج. الندوه النهارده هتكون مهمه جدا لان احنا هنكلم الحجاج بعد صلاه العشاء، وده احد الحاجات اللي بيكون فيها تجمعات كبيره للحجاج، بيتجمع بعد الصلوات دايما وخصوصا في الصلوات المسائيه. بنقدر نوصل لهم بالرسائل بتاعتنا ان هم دلوقتي النظافه العامه والصحه العامه وازاي يقدر يحافظ على نفسه من الامراض، بس دلوقتي الاسئله بدات تبقى مرتبطه بالحج ذات نفسه والصعود الى عرفات. انطباعات إيجابية انتابت الحجاج المصريين لما تقدمه البعثة الطبية من خدمات صحية لهم على مدار الساعة. استفدنا ان احنا هنتخطى حاجات كتير من العدوى وكده، وهم بيحافظوا على صحتنا، فاحنا لازم ننفذ كل التعليمات اللي هم بيقولوها. الندوة استفدت ان انا ابعد عن الحاجات اللي يكون فيها عدوى والحمد لله الدكتور رئيس للضغط وداني علاج وحالتي مستقرة جدا. والتوعية ما ننساش برضو دور التوعية الطبية للسادة الدكاترة قالوها لنا، اللي هي كلها يعني تعتبر في اطار وقائي اكتر منه علاجي. جهود مضنيه تبذل على كافه الاصعدة من قبل الدوله المصريه لتوفير الاجواء الروحانيه لتلك الرحله المقدسه لضيوف الرحمن بشكل ميسر. محمد حلمي، النيل. وصلت إلى المدينة المنورة بعثة أسر شهداء الشرطة لأداء مناسك الحج، حيث كان في استقبالهم رئيس بعثة الحج المصرية. وقد تم تقديم جميع أوجه الرعاية وإنهاء كافة الإجراءات تنسيقا مع الجهات المختصة السعودية، وذلك في إطار الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لأسر الشهداء تقديرا لتضحياتهم من أبنائهم في سبيل الوطن. كوكبة من أسر شهداء الشرطة في طريقها إلى الأراضي المقدسة وسط مشاعر إيمانية صادقة تمتزج بالفرحة للفوز بأسمى هدية وهي حج البيت الحرام، في إطار منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الأسر تقديرا لتضحيات أبنائهم من أجل أمن الوطن واستقراره. وكان في وداعهم بمطار القاهرة الدولي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات: بشكر الرئيس السيسي أولا على كل حاجة بيعملها للشهداء، كل حاجة. يعني أنا من ساعة وفاة زوجي وهو أنا مش شايفة منه غير كله خير، قسما بالله العلي العظيم أنا بشكره يعني في كل لحظة وكل ثانية. بشكر السيد رئيس الجمهورية على اهتمامه بينا، وكل سنة حضرتكم طيبين. فرحانين اخر فرح الحمد لله من فضل ربنا ان ربنا كرمنا وهنحج العام ده ان شاء الله بامرك يا رب. وزاره الداخليه كلهم باكملهم ما قصروش معنا في اي حاجه ودايما بيحاولوا يسعدونا باي قدر ممكن بيقدروا عليه. مع وصول اسر الشهداء الى مطار المدينه المنوره تسابق ضباط بعثه حج القرعه لانهاء اجراءاتهم بالتنسيق مع وزاره الحج والعمره السعوديه وتوفير الراحه لهم وسط ترحيب كبير بهم، حيث كان في استقبالهم رئيس بعثة الحج المصرية، فالكل يعبر عن تقديره لهذه الأسر التي قدمت أبناءها فداء للوطن وتحملت ليحيا في عزة وكرامة. حفاوة الاستقبال بفندق إقامة أسر الشهداء عند الوصول إليه كانت كبيرة، حيث تم تنظيم احتفالية لهم بالورود تعكس تسابق الجميع على خدمتهم والتقدير الكبير الذي تحظى به هذه الأسر داخل وخارج الوطن. فقد وفرت وزارة الداخلية ضباطا لخدمتهم طوال فترة الرحلة المباركة وتوفير الراحة لهم لأداء المناسك في كل مراحلها. فعلا كان استقبال جميل جميل جدا جدا، وكان في ترحاب منهم باستقبالهم معانا، أسرة متكاملة مع بعضنا البعض. احنا فعلا قايمين بجميع الخدمات للأسر الشهداء بالنسبة لاستقبالهم، اسكانهم في الفنادق، جميع مراعاتهم من وإلى، حتى مغادرتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. استقبال عظيم جدا بالوردة يعني والسبحة والشوكولاتة كل حاجة جميلة. الشهيد كرمني بعمرة وحج وكرمني ان كل الشباب بيحبوني واكن ابني متوفر كله حواليا. يعني انا فرحانة بيه ولدي اني خدم مصر وجبنا حجة، وحجة قعد مش كل الحجات كمان ده اي واحد استمناها ده
إن ولدي طلع شهيد. فرحانين والله، والله فرحانين، والله العظيم فرحانين بالحج، فرحانين بيكم، فرحانين إحنا تعرفنا بيكم. هذه الأسر تؤكد أن أبناءهم مبعث فخر دائم لهم، وهذا التكريم بزيارة البيت الحرام إنما هو تعبير عن مدى اهتمام الدولة بهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، حيث وجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام الدائم بهم. طبعا الرئيس السيسي هو المهتم جدا بأسر الشهداء، وعمل له تكريم قبل كده وقابلته في عيد الشرطة اللي فات. سيادة الرئيس عمره ما بينسى أسر الشهداء، ولا بينسى التضحية اللي هم قاموا بيها، ولا بينقص من قدر أهالي الشهداء، خاصة الأم أو الأب، وحاسس بوجعهم، وحاسس قد ايه هم يعني فقدوا جزء كبير قوي من حياتهم يعني. انا بشكر سياده الرئيس وكل القائمين على اداره الشهداء في الشرطه على الاهتمام المبالغ يعني صراحه بالنسبه للاسر الشهداء وابنائهم، والحمد لله خدنا حقنا وزاد شويه، وتشكروا ويشكروا سياده الرئيس على الحجه الحلوه اللي اداها لنا علشان خاطر الشهيد برضه. هنيئا لاسر الشهداء بتضحيات ابنائهم وهذا التكريم بحج البيت الحرام، فلولا التضحيات ما كان الاستقرار الذي ينعم به الوطن وبداية نهضته نحو الجمهورية الجديدة. استقبال واحتفاء كبير بأسر شهداء الشرطة عند وصولهم إلى فنادق إقامتهم بالمدينة المنورة. هذا الاحتفاء يعكس مدى التقدير للتضحيات التي قدمها أبناءهم في سبيل هذا الوطن، وسوف تتواصل الخدمات التي تقدم لهم طوال رحلتهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج. من المدينة المنورة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكدت مصر مجددا أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة لقضايا اللجوء من خلال منظور شامل يراعي التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي. جاء ذلك في بيان وزارة الخارجية الذي أشارت فيه أن العالم يحتفي اليوم باللاجئين الذين اضطروا إلى ترك أوطانهم والفرار منها بحثا عن حياة كريمة وآمنة في دول أخرى. وأضاف البيان أن مصر تواصل فتح أبوابها لتوفير ملاذ آمن لأولئك الذين اضطروا الظروف لمغادرة بلادهم، وتتعامل معهم من منظور إنساني يكفل لهم العيش بكرامة على أراضيها. وشددت مصر على ضرورة تعبئة الموارد اللازمة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين ودعم الدول المضيفة لهم. أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبيو جراندي بالحكومة المصرية والشعب المصري لما قدموه ويقدمونه للاجئين، مشيرا له أنه مثالا يحتذى به لحسن الضيافة والكرم والروح الإنسانية العالية لتوفير الملاذ الآمن لآلاف اللاجئين ولغيرهم من الأشخاص المجبرين على الفرار. وقد أكد جراندي أن الحكومة المصرية والمجتمع المدني لا يستطيع تحمل أعباء اللاجئين بمفرده، ويجب أن تكون هناك استجابة دولية قوية لمعاناة اللاجئين، ويجب أن تتوافر الموارد لمصر والهلال الأحمر المصري وكذلك وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وبخاصة مفوضية اللاجئين التي تقود هذه الجهود الإنسانية بشكل مستمر. يحيي العالم في 20 من يونيو كل عام يوم اللاجئين تحت شعار الأمل بعيدا عن الديار من أجل عالم أكثر شمولا للاجئين. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن نحو 184 مليون شخص، أي ما يقرب من 2.5% من سكان العالم، يعيشون خارج بلدانهم، و37% منهم من اللاجئين. في ظل تفاقم مشكلة اللجوء جراء الحروب والمجاعات وتغير المناخ، يحيي العالم يوم اللاجئين الذي يصادف 20 من يونيو من كل عام تحت شعار الأمل بعيدا عن الديار من أجل عالم أكثر شمولا للاجئين، للتذكير بالمعاناة والمشكلات التي واجهتهم عندما تركوا أوطانهم. فمن أزمة أوكرانيا التي سببت في أكبر قصري منذ الحرمية الثانية، صراع في السودان وسوريا، فيضانات والمجاعات، أرقام اللاجئين تجاوز 100 مليون حول العالم. حسب تقديرات الأمم المتحدة فإن 184 مليون شخص، ما يقرب من 2% من سكان
يعيشون خلدهم الأصلي. 37 منهم لاجئين. وبمناسبة عالمي للاجئين الأمم المتحدة، عدد الأشخاص على الفرار من دي كل عام قد على مدار العقد ليبلغ أعلى له منذ بدء السجلات. حال يمكن عكس اتجاهه. قتل 4 مستوطنين إسرائيليين جراء عملية إطلاق نار قرب محطة وقود على الطريق السريع الرابط بين محافظة رملة بوسط الضفة الغربية ونابلس شمالا. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال قتل منفذ العملية التي أسفرت عن إصابة مستوطنين آخرين. وأفادت تقارير فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا فلسطينيين كانوا موجودين في محطة الوقود انتقاما منهم ولم يتسن معرفة مصيرهم. في ظل الطوق الأمني الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على محيط محطة الوقود ومنع أحد من الاقتراب. ونشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدافع عن طريقة تعامله مع الوثائق السرية. وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر إفريقيا في قلب مصر في الجامعات الأوروبية. ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. صك أضحيتك من الأوقاف يجزئ عن أسرة كاملة، يحقق جميع الضوابط الشرعية. أضحيتك في يد أمينة. صك مستورد ب5000 جنيه وصك بلدي ب8000 جنيه. الصك متوفر بالبنوك ومكاتب البريد وجميع المدريات وفوري، أو اتصل على 015-525-632-17 يصلك مندوبنا. دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يواجه عشرات التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع وثائق حكومية سرية. هذا تتهم وزارة العدل ترامب الذي يخوض السباق للسياق في البيت الأبيض العام المقبل بانتهاك قانون التجسس وقوانين أخرى عندما حمل معه الوثائق لدى مغادرته من منصبه ولم يسلمها للأرشيف الوطني. الآن موعد أخبار المال والأعمال مع الزميل حسام الدين عاطف. شكرا للزميلة هبة فهمي وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أخبار الاقتصاد. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الجزائرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد أيضا. هذه المذكرة نصت على عدد من مجالات التعاون والتي تشمل تبادل الخبرات فيما يخص إعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإصلاحه، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. كما تضمنت المجالات التي تعمل عليها مذكرة التفاهم التعاون في مجال البريد عبر تعزيز التعاون بين مشغلي البريد في البلدين من أجل تحسين جودة وفعالية الخدمات البريدية.
هذا وعقب توقيع مذكرة التفاهم مع الجزائر، التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في جمهورية الجزائر المهندس كريم تريكي، حيث أعرب مدبولي عن تقديره للعلاقات التاريخية والأخوية الممتدة والتي تربط بين مصر والجزائر. ومن جانبه قال الوزير الجزائري إن كل ما حضره من اجتماعات أو لقاءات على مدار اليومين الماضيين كان مثمرا للغاية، كما أنه أتيح له خلال هذه الزيارة الاطلاع على الكثير من المشروعات التي نفذت في مصر. على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الدولة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع الحركة السياحية في مدينتي طابة ونويبع، مضيفا أنه سيقوم بصحبة الوزراء المعنيين والمحافظين بزيارة ميدانية قريبا للمدينتين للتعرف على أرض الواقع على المشكلات التي تواجههما ومتابعة موقف الفنادق المتعثرة، وكذلك بهدف إعادة إحياء هذه الثروة العقارية السياحية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه مدبولي لمتابعة جهود دفع الحركة السياحية في كل من طابة ونويبع، مشددا على أهمية العمل على تشغيل الفنادق المعطلة في هذه المنطقة. بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع المصرفي وأسواق المال، عقدت القمة السنوية السابعة لأسواق المال. تطرق المشاركون فيها على مدار ثلاث جلسات إلى أشكال التمويل المختلفة وتحفيز القطاع الخاص، كما تحدث قادة القطاع المالي غير المصرفي عن فرص النمو المنتظرة والدور المتزايد للتكنولوجيا المالية في توسيع القطاع وزيادة معدلات الشمول المالي. شعار قطار الطروحات ينطلق عقدة الدورة السابعة للقمة السنوية لأسواق المال، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين عقدت جلسة رؤية بنوك الاستثمار لتنفيذ طروحات مؤثرة، وتطرقت إلى دور بنوك الاستثمار في طمأنة المستثمرين واهتمام الصناديق السيادية الخليجية بالطروحات وقصص النجاح السابقة. برنامج الطروحات اللي هو تحدد ب 32 شركة، أعتقد هو برنامج يشمل مجموعة من أفضل الشركات اللي موجودة في قطاعات كتيرة، حاجات بتروكيميكالز، حاجات في الاندستريال زونز، حاجات في القطاع العقاري، ففي شركات أكتر من ممتازة. أعتقد إن هي هتبقى بداية موفقة إن إحنا نجذب من خلاله استثمارات جديدة ومهمة إلى السوق المصري. خطوة مهمة جدا على مستويين، المستوى الأولاني هو مستوى البورصة، إنك أنت من مصلحتك إن البورصة يجي لها طروحات مختلفة، لأن ده بيشجع إن يبقى في عمق أكتر في البورصة، ده واحد. والحاجة التانية إنه بيدخل عملة صعبة للدولة المصرية، ونمر الثلاثة أنه بينفذ وثيقة الدولة اللي أعلنتها أنها هتشجع أن القطاع الخاص يبقى هو اللي عنده يرجع تاني اللي عنده الأغلبية من الاقتصاد أو النشاط الاقتصادي يعني. القمة السنوية السابعة لأسواق المال تطرق خلالها الخبراء على مدار ثلاث جلسات إلى استخدام أدوات مالية مبتكرة لجذب المستثمرين لسوق المال، إضافة إلى خطة الشركات في الحفاظ على النمو. الأدوات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية اللي كل مواطن مصري بيقدر يستفيد منها، ومش بس بصفته كشخص ولكن أيضا صاحب مشروع أو صاحب شركة. بنتكلم على التأجير التمويلي، بنتكلم على التخصيم، بنتكلم على التمويل الاستهلاكي، التمويل العقاري، فده بعد مهم. مفيش مواطن يقولك أنا ماليش دعوة بالأنشطة دي، لأنه هو عنده ورشة، عنده مصنع، عنده عيادة، عنده مكتب، صح، بيستفيد بيها. وفي حياته اليومية ما هو بيستعين بالتمويل العقاري، بيستعين أنه بيشتري حاجة بالتقسيط. هذا وقد اتفق المشاركون في القمة السنوية لأسواق المال بأن هناك حالة من التفاؤل تسود الأوساط المالية والاقتصادية بعد تأكيد الدولة على عدم وجود تعويم آخر للجنيه، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على العقود الآجلة وأدت إلى انخفاض ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه في هذه العقود. لمياء موافي، النيل. قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص،
من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك بداية من يوليو المقبل. وزيرة التخطيط هلا السعيد قالت إن القرار يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال أيضا، كما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف لمراعاة مصلحة الجميع. قرر البنك المركزي المصري طرح عملة جديدة من فئة 20 جنيها مصنوعة من البوليمر، والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنك نوت بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع التأكيد على عدم إلغاء الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار سريان التعامل بها جنبا إلى جنب مع العملة الجديدة دون أي تغيير. هذه العملة وهي من 20 جنيها تتميز بأنها أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصري باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية. أبدت شركات هندية كبرى رغبتها في ضخ استثمارات داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها وجهة استثمارية عالمية توفر بيئة عمل جاذبة لمستثمريها، كما تضمن لهم النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية اعتمادا على موقعها الجغرافي في قلب العالم. جاء ذلك خلال جولة ترويجية بالهند يقوم بها وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، حيث تم عقد لقاءات مع عدد من الشركات الهندية الكبرى في هذا المجال. وبعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع الزميلة شيراز الوفائي. النشرة الجوية، أهلا بكم. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. فرص الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة. البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة تشير إلى عدم وجود أي تغيرات جوهرية في الأحوال الجوية. ونبدأ التوقعات من القاهرة: الأربعاء 21-33، الخميس 22-33، الجمعة 23-34، شرم الشيخ الأربعاء 26-36، الخميس 26-37، الجمعة 26-37، الأقصر الأربعاء 26-38، الخميس 27-39، الجمعة 27-39. والآن مشاهدينا مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: القاهرة 33-21، الإسكندرية 28-20، دمياط 28-21، بورسعيد 27-20، العريش 29-21، رفح 28-21، الإسماعيلية 34-21، السويس 33-22، مطروح 26-20، وادي النطرون 34-21، المنصورة 33-21، طنطا 32-21، دمنهور 32-21، سانت كاترين 30-14، غردقة 35-26، شرم الشيخ 36-26، الفيوم 34-22، المنيا 35-23، أسيوط 35-23، سوهاج 36-25. نهاية النشر، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يقود اهتمام مصر بجذب الاستثمارات الإيطالية الكبرى في التعدين والصناعات التحويلية.
الجلسة الرابعة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني تناقش إصلاح إدارة المالية العامة. مقتل 4 مستوطنين على الأقل في إطلاق النار شمالي الضفة الغربية المحتلة. كما يمكنكم متابعة البث الحي نشراتنا وعلى موقعنا مسبيرو.eg. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.